هذا وأشار الأستاذ عبد الرحمن حمد المناعي وكيل النيابة بنيابة الإتجار بالأشخاص خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أشار إلى العديد من الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. في الحقيقة أن مملكة البحرين حققت إنجازات في هذا المجال، ومن ضمن إنجازاتها فإنها حافظت للسنة الرابعة على التوالي على الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد أصدر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين قرار بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتم تزويد هذه النيابة بعناصر مؤهلة للتحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم، فضلا عن تخصيص المجلس الأعلى للقضاء محكمة مختصة للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك لسرعة البت فيها، بالإضافة إلى وجود إدارة معنية لتلقي البلاغات تابعة لوزارة الداخلية مختصة بتلقي البلاغات الخاصة بجرائم الاتجار بالأشخاص. كما تم تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص لدى وزارة الداخلية ودار الإيواء، ودار الإيواء الذي تم إنشاؤه من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل تقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الاتجار بالأشخاص.